ايوا واتساب جايز، مرحبا بكم في ايبيزود جديد ديال الجيمين تيوتو. اليوم غنكملوا على السوجي ديالنا اللي بدينا في ايبيزود 1 على فالورانت، وبالضبط غندوي على العملاء اللي هما الايجنت. كاين حاليا 13 العميل، اي 13 الايجنت: جيت، ريز، بريتش، اومن، بريمستون، فينيكس، سيج، سوفا، فايبر، سايفر، رينا، كيل جوي و سكاي. هاد الايجنتس كيتقسموا لربعه ديال الانواع على حساب اليوتيليتي ديالهم وعلى حساب الكيت ديال لي كومبيتونس اللي عندهم. اولا كاين دويليست بحال جيت، ريز، فينيكس ولا رينا. كاين الكونترولرز بحال اومن، بريمستون وفايبر. الانيشياتورز بحال بريتش، سوفا، سكاي. والسنتينلز بحال سيج، سايفر وكيل جوي. دويليست سيلف سفيزنت فراجرز، يعني انهم بالكيت ديال لي سور اللي عندهم ما كيحتاجوا حتى شي واحد باش ينجيجيو على شي سايت، وكيقدروا يدخلوا بسهوله. سنتينلز عندهم ديفنسيف بلاي ستايل، غراس على الكيت ديال الابيليتيز اللي عندهم كيقدروا يحضيو اريا راسهم ويافيتيو الفلانكس. الانيشياتورز مهمين بزاف بسبب الكيت ديال الابيليتيز اللي عندهم، كياخذوا انفو على السايت وكيقدروا سيتوبيو دخله لذاك السايت بطريقه ذكيه وبلا ما يديروا اغلاط. واخيرا كاين الكونترولرز، بالكيت ديال الابيليتيز اللي عندهم كيقدروا يبرسطوا الانمي فيجن ويسلوو لهم لي بوش. هذا ما كان الدراري بالنسبه بيان سور الايجنتس ديال فالورانت. في ليبيزود الجاي نحاولوا نديروا واحد الميني ديكسيونير على الكلمات اللي غتسمعوهم في فالورانت اللي كتسمعوهم في الاف بي اس جيم، ونحاولوا نشرحوهم وحده بوحده. نتلاقاو في ليبيزود الجاي، خليكم.